السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه اللقاءات الطيبة المباركة، وفي هذه السلسلة الفاضلة، سلسلة كنوز. نأخذ في كل لقاء كنزا من كنوز ديننا. إذا كان الحريصون على كنوز الدنيا هم من يأخذون بعقولهم، هو يظن أنه ذكي، من يأخذون بعقولهم ما خف وزنه وغلى ثمنه، ذهب، ألماس، ياقوت، فلوس، فإن المؤمن العاقل هو الذي يأخذ من كنوز الحسنات والطاعات ما خف عمله وعظم عند الله أجره. ما خف عمله، عمل بسيط يسير، وعظم عند الله جل وعلا أجره. وهذه سلسلة كنوز التي نأخذ كنزا منها في كل يوم، وهذا هو لقاؤنا 11 مع كنز سميته بعنوان اعتكاف شهر. اعتكاف شهر، عارفين يعني اعتكاف؟ اعتكاف وعقوف القلب، كما قال ابن رجب، وعقوف القلب في بيت الرب لطلب مرضاته. الاعتكاف يعني ايه؟ يعني حضرتك قاعد في المسجد ما وراكش حاجه الا قران، الا ذكر، الا طاعه، الا صلاه، الا صيام، الا تسبيح واستغفار، الا عباده، ما وراكش حاجه غير كده، لا دنيا ولا زوجه ولا اولاد، مش مشغول الا بالله فقط. شحنة إيمانية عظيمة. إيه رأيك بقى لو اعتكفت مش يوم ولا اثنين ولا عشرة أيام في آخر رمضان؟ لا، ده لا، لو أنت اعتكفت شهر رمضان كله، في شهر رمضان كله قاعد في المسجد من أول ما بدأ أو أهل هلال رمضان لغاية لما يهل هلال شوال في الحج، في عيد الفطر، الشهر ده كامل ما خرجتش من المسجد إلا لدور طمية وترجع، الأكل بيجيلك جوه المسجد، تاكل اكل يسير وتنشغل بعباده، شهر كامل في العباده. لا، ده مش شهر اعتكاف بس، ده انا هقول لك كمان الشهر ده فين؟ في مسجد النبي. اعتكاف شهر في مسجد النبي، يا الله، يعني الفرض بألف فرض، تضرب في ألف، تصلي صلاه ولو نافله تضرب في ألف، حسنات مضاعفة لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال. فين؟ في مسجد النبي، قاعد معتكف من أول رمضان، ربنا كرمك وجاب لك تأشيرة وسافرت من بلدك لغاية لما تروح لبلد النبي عليه الصلاة والسلام، وقعدت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شددت الرحالة إليه وبقيت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تعتكف، تعدي تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتدخل الروضة تصلي ركعات في الروضة، ما يعني حتة من الجنة قاعد تصلي فيها، واقف ورا تصلي ورا الأئمة ويرق قلبك ويخشع في رمضان، شهر كامل قاعد معتكف طاعة وعبادة وصيام وقربة وتفطير صائمين وذكر لله وقراءة القرآن، شهر كامل، شهر كامل، شهر رمضان مثلا كامل اعتكاف في مسجد النبي، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ايه رأيك في العبادة دي؟ شهر كامل. حضرتك الكنز بتاعنا الليلة دي كنز، لو عملته كأنما اعتكفت في مسجد النبي شهرا، بكل الطاعات اللي هتكسبها بقى وكل الحسنات اللي هتاخدها بعمل واحد. روى الطبراني في معجمه، وابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج، وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله أو وأعظم الأعمال عند الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. شو بقى، اسمع بقى، اسمع الجاية دي:
ولأن أمشي في حاجتي ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي أحب ده مش كده مش زي الكلام ده لا ده أكتر أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ده النبي عصام بيشاور للصحابة على المسجد بتاعه أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا أفضل من الاعتكاف في مسجد النبي شهر كامل إن يمشي في حاجة أخيه واحد أصدف خدمة عاوز يروح معاه يشوف له عربية وهو مفهمش في العربية يقول له تعالى بص معايا العربية مشوار بس يبص له على مكنة العربية ولا على الكاوتشات يقول له دي دهنة ولا دواخر ولا رشة ولا سليمة بس مشوار النص ساعة ولا الساعة دي أفضل وأحب عند الله جل وعلا وعند رسوله عليه الصلاة والسلام من اعتكاف في مسجد النبي شهرا كاملا. شوف في ختام الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم حتى أثبتها له أو ومن مشى النبي قال ذلك ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام يوم القيامة كده لما تكون الناس ماشية على الصراط وبيقعوا والناس بتهوي في النار والعياذ بالله في الهاوية أنت ربنا يثبت قدمك على الصراط حتى تمضي إلى الجنة بمشيك وثباتك أو تثبت حاجة أخيك تثبت حاجة أخيك تقضي حاجة أخيك يعني إيه تقضي حاجته؟ ممكن تطرد عنه جوع تتوسط له في حاجة تشفع له في حاجة وربنا يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها فكنت تمشي في حاجة أخيك ده حاجة عظيمة عند ربنا قوي ده أحب الأعمال إلى الله ده أعظم عمل عند الله جل وعلا إنك تقضي حاجة لأخيك يكون ربنا عز وجل من عليك مثلا بإنك لك وجاهة تعرف الدكتور الفلاني اللي هو دكتور مشهور في البطنة ولك جارة مثلا مسكينة على قد حالها بطنها تعبانة بقالها فترة تقوم أنت تكلم الدكتور ده تقول له أنا لي جارة على قد حالها وعاوزك تكشف عليها ممكن أحاضر طب أنا هجيبها وأجيلك تقوم ماشي تاخد زوجتك كده وتاخد سيارتك وتروح مع المسكينة اللي هي تركب معاك وتروح للدكتور تدخلها يكشف عليها ويكتب لها العلاج وتخرج المشوار ده الساعة ولا أقل أحب من أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا هذا عبد الله بن عباس اسمع دي بقى عشان تعرف يعني إيه الكنز إن شهر كامل في مسجد النبي اعتكاف بعمل واحد بسيط عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما عنه عن أبي بن العباس كان معتكفا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف في مسجد النبي وهو معتكف نظر ابن عباس فإذا رجل يجلس في زاوية المسجد كئيبا حزينا ابن عباس لقى واحد قاعد كده حزين مهموم كئيب فأتاه ابن عباس وهو معتكف في العشر الأواخر في رمضان قال ابن عباس مالك قال إني مكاتب سيدي وحان وقت الأداء ولا مال عندي يعني مكاتب يعني هو عبد واتفق مع سيده أنه هو هيشتغل ويديله كل أسبوع كل شهر كل يوم مبلغ لغاية لما يخلص ثمنه يبقى حر والحرية أعظم مطلوب لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي ولد والده يعني عمرك ما تكافئ أباك عمرك ما ترد جميل أبيك لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه الحاجة الوحيدة أن أنت ممكن تكافئ بها أباك أن أنت تعتقه يعني العتق والحرية دي أعلى حاجة أعظم حاجة اسأل عنها الطير الطير العصفور ممكن تجيب له أكل في إيدك وتيجي تديهوله ويهرب منك ليه؟ لأنه يعلم أن الحرية أعظم من الطعام والشراب يخاف لا تمسكه فالحرية عنده أعظم من الطعام والشراب أنا بقول لك برضو الحرية العتق من العبودية أعظم شيء تكافئ به أباك أهو ابن عباس لقى رجل كان خلاص هيبقى حر وبيسدد اللي عليه عشان يبقى حر بس للأسف معرفش يسدد القسط اللي عليه فهيرجع تاني عبد وهيرجع للذل تاني عبد يعني دليل هيرجع تاني للذل تاني فقعد في المسجد حزين يبكي فلما رأه ابن عباس قال مالك قال إني مكاتب سيدي ولم أستطع الأداء قال ابن عباس اسمع لي أفأخرج
لأكلمه فيك. إيه رأيك؟ أسيب المسجد وأسيب الاعتكاف وأسيب الطاعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج أتوسط لك أشفع لك، عشان اللي ربنا من عليه بشفاعة ويعرف حاجة عضو مش عارف مجلس إيه ولا رئيس إيه ولا مدير إيه، ويعرف يتوسط عند واحد مسكين ملوش وسطة معهوش كارت ما يعرف يتوسط له ويقول له كلمتين طيبين وما ياخدش حاجة إلا من الأجر من الله تعالى، اوعى تضيعها، ده دي أحسن من الاعتكاف في مسجد النبي شهر. فقال ابن عباس: أفأكلمه فيك؟ أخرج أروح أكلمه وأشفع لك؟ فقال الرجل ابن عباس: أما تدري ما أنت فيه؟ أنت مش عارف إن أنت قاعد معتكف، والمعتكف ما بيخرجش من المسجد، وفي مسجد النبي يعني المفروض ما تخرجش ما تسيبش الطاعات دي. قال: بلى أنا عارف إن أنا معتكف، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اتصل عليه، ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. طوبى طوبى لمن جعل الله جل وعلا مفاتيح الخير لعباده على يديه. في ناس كده مفاتيح خير شفاعات على طول، طول حياته كلها بيكلم فلان في حق فلان وبيجيب وظيفة لفلان وبيمشي في خدمة فلان ويقول له واحد غني فيه ناس مساكين ادله، شغلته كده على طول، شغلته السعي في حوائج الناس، السعي في قضاء حوائج الناس، حل مشاكل الناس. يبقى فيه زوج متخاصم مع زوجته وانت بتقول انا فاضي هقعد معهم ساعتين ثلاثة واضيع وقتي وانا مش فاضي وانا ورايا طلب علم ورايا شغل، لا روح روح واقعد مع الزوج وكلم الزوجة وصيها على الزوج ورق قلب الزوج على زوجته، وما تقولش الوقت ده هيضيع، مش هيضيع والله عند ربنا، ده الجلسة ده هي ربنا قال عنها: لا خير في كثير من نجواهم، أكتر الكلام ما فيش في خير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، شفع شفاعة عشان يصلح ده ويصلح ده أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك يعني يعمل الكلام ده الشفاعة الطيبة دي، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مش أجر بس، ده أجر عظيم، الأجر كأنك معتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا، حين تجلس تشفع عند ده وتكلم ده وتذكر ده. واحد مثلا انت تعرف واحد تاجر، واحد على قد حاله نفسه يجيب محمول وهو على قد حاله، تقوم تروح تقول له تعال انا عارف واحد، تاخده وتروح تقول له انا عاوز محمول كويس بس كرمنا فيه، يوم يكرم الراجل ده هو عشانك انت، المشية ده هي في شراء المحمول انت ما دفعتش حاجة من جيبك، وممكن تركب معاه في عربيته كمان ولا تركب وراه ولا تمشي كل مشوار قريب، ما تبذلش شيء غير انك خدت بس من وقتك شفاعة حسنة، مشيت في حاجة اخيك حتى تثبتها له، يثبت الله جل وعلا قدمك يوم تزل الاقدام، ويعطيك الله جل وعلا اجر عبادة شهر كامل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طوبى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، فهنيئا لكم وطوبى لكم يا من جعل الله مفاتيح الخير على أيديكم لعباد الله، شهر كامل من الأجر عند الله لا تضيعه، اعتكاف شهر في مسجد النبي، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.